بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية مع انطلاقة الشوط الثاني في المجموعة للإخوان السودانيين. تابعتم ويانا الشوط الماضي الشهنية عوض خالد السوداني من سجلت دقيقتين 11 ثانية وانتقلنا إلى الشوط الرئيسي للجحدان. نسير مع المقدمة مع المركز الأول مع شاهين مالك صافي الزول والنقلة مباشرة إلى المركز الثاني. يا سلام الغيسر، روح يا الغيسر طه أحمد طه السوداني. ولكن أشوف الدخول من الجانب الثاني الموجة مالك صافي السوداني ما شاء الله. والمركز الثالث وصل الخليج مالك صافي، دافع مالك صافي أكثر من أحداد الله. يا سلام المركز الثالث الخليج مالك صافي الزول يعود إلى الصدارة ما شاء الله تبارك الرحمن. يا المقدمة يا الصدارة شاهين شاهين والحصقوس شاهين مالك صافي الزول. شوف الحركة يا ما شاء الله 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 شوف مسوين العزيز المركز الثاني. ولكن شاهين والميتين الميتين روح يا ابو صافي روح مالك صافي الزول يا ما شاء الله. اذكر الله الله يا المقدمة الله يا الصدارة شاهين شاهين شوف المسافة يا مصورنا العزيز الله الله. تهانينا والناموس لشاهين مالك صافي الزول تهانينا والناموس. ثاني المراكز وصل الخليج مالك صافي الزول المركز الثالث. وصل الموج مالك صافي المركز الرابع. وصل الغيسر طه احمد طه السوداني. التوقيت الزمني ما شاء الله تبارك الرحمن دقيقتين 7 ثواني 7 اجزاء من